مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم، نحييكم من هنا من مدينه يوباكا تحديدا قاعه المؤتمرات بملعب السلام، حيث عقد الناخب الوطني امير عبدو قبل قليل ندوه صحفيه رفقه القائد الثاني محسن بده قبل لقاء الجزائر. هذه المباراه المهمه للطرفين، المهمه للجزائر وكذلك مهمه للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني حسابيا لم يخرج بعد من هذه البطوله. امير عبدو في المؤتمر الصحفي قال بانه يحترم كثيرا المنتخب الجزائري، ولكن المرابطون ليسوا هنا لتقديم الهدايا بين ظفرين لأي منتخبات، نحن هنا من أجل الفوز وتحقيق 30 نقاط، بعد ذلك ننظر في الحسابات. محسن بده بدوره قال بأنه يحترم الشعب الجزائري وكذلك المنتخب الجزائري وعناصر الجزائر التي وصفها بأكثر جودة، لكنهم أيضا هنا من أجل اللعب وتحقيق 3 نقاط الأولى لهم في هذه البطولة. كان عندنا مشكلة شوي بالتهديف، الحمد لله يا شفت الحمد لله حل خلق، الحمد لله قال خلق فيهم شوية أخطاء دفاعية طبيعية خلقوا، قال يلا حد صححهم، يتم رصنا للفوق شام مرفوعين إن شاء الله نسعد جماهير موريتانيا. أكيد رغم مباراة صعبة غير كرة القدم كيف عودتنا، نحن نعرفوها كاملين دائما يخرصوا مباريات ويلعبوها، ما فيهم شيء صعيب إن شاء الله توفقنا ويعود معنا. صدنا لكم آراء بعض الإعلاميين الجزائريين لنتابع. جمال من التلفزيون الجزائري ظن بأنه مباراة الغد راح تكون أراها ممتعة بالنظر إلى أداء المنتخب الموريتاني في المباراتين وبالنظر إلى حاجة المنتخب الجزائري إلى التأهل. نظن أنه هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للأداء والمستوى اللي راح تكون عليه المباراة. كل منتخب سيلعب من أجل تحقيق أو تأكيد ذاته. حجاب صحفي قناة الهداف الجزائرية. المنتخب الوطني الجزائري يبحث عن التأهل بالرغم من أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب موريتانيا الذي ليس لديه ما يخسره في هذا اللقاء، بإمكانه أن يتأهل لو يحقق الفوز كأحسن ثوالث في المجموعات الست. أنا أظن أن المباراة ستلعب جزئيات صغيرة ربما لحسن حظ المنتخبين أن اللقاء سيلعب على 8 ليلا، حتكون ربما الرطوبة منخفضة ودرجة الحرارة حتكون منخفضة. اسماعيل بن قيدية صحفي بالتلفزيون الجزائري. غدا ان شاء الله ما فيهش حسابات، ما فيهش كالكول، يعني كاين عزيمه للفوز، وهذا ما يخلي المقابله تكون يعني تكون حاسمه. ما كانش يعني تلاعبات حتى في هي كاين الفوز، والفوز ضروري للفريقين. إذن كل يجمع على أنها مباراة صعبة، لكن هناك أفضلية بحسب الإعلام الجزائري للمنتخب الجزائري نظرا إلى إرثه إن صحت العبارة وتاريخه الكبير عندما يواجه موريتانيا، لكن حقيقة الميدان مغايرة وهذا ما سننتظره غدا الثلاثاء هنا في ملعب السلام على تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش. بشير سيدينا الرياضية من ملعب السلام مدينة بواكي.